ومعي ايضا دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان. مساء الخير يا سياده الوزير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني ما يعني النهارده كانت مرحله، اعتقد مرحله مهمه في بدر، في مدينه بدر، تسليم شقق في المشروع الاجتماعي. قول لي بالظبط سلمتوا كام شقه؟ المرحله دي يعني امكانياتها قد ايه؟ اشرح لي بالظبط ما تم اليوم. والنهارده حضرتك كنا يعني بنحتفل بانهاء وتسليم 1500 وحده سكنيه، ودول بيمثلوا جزء من المرحله الاولى اللي كنا سبق اعلنا عنها حضرتك، اللي هم احنا الحمد لله انهينا لغايه دلوقتي 70,000 وحده سكنيه وتم الاعلان عنهم، وابتدينا نسلم. يمكن دي خامس او سادس مدينه نسلم فيها الوحدات. فالنهارده كان في مدينه بدر حوالي 1500 وحده، وان شاء الله دول يعني زي ما قلت لحضرتك 70,000 دول بيمثلوا جزء من المرحله الاولى والثانيه اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي، اللي باذن الله على اخر العام يعني اخر ديسمبر هنكون اكملنا 243,000 وحده يكونوا انتهوا بالكامل كتنفيذ. ودول يمثلوا ربع المشروع اللي هو مشروع الاسكان الاجتماعي اللي هدفنا فيه انشاء مليون وحده سكنيه في خلال 5 سنوات. طبعا حضرتك برضو المشروع يمكن الحقيقه الحمد لله يعني المشروع بنسلمه هو مكتمل بالكامل، كل المرافق والخدمات والخدمات، ودي اهم حاجه ان الخدمات كلها موجوده من اول لحظه، السوق التجاري، المدرسه، الوحده الصحيه، الحضانه، الملعب، حتى الملعب، المناطق الخضراء باللاند سكيب والطرق ومناطق انتظار السيارات. يعني المشروع من اول لحظه هو مشروع مكتمل. حتى النهارده المواطنين اللي هم كانوا بيستلموا مننا العقود طلبوا ان هم يستلموا فورا مفاتيح الشقق بتاعتهم عشان يبداوا ينقلوا فيها، وفعلا استجبنا اليوم وسلمناهم النهارده المفاتيح، يعني بحيث ان هم يستلموا الوحدات فورا. انتوا سلمتوا 1500 وحده ولا 110؟ لانه الخبر لا، احنا سلمنا العقود ل 110، احنا هنا 1500، بس طبعا ما كناش هنقف نسلم 1000. مفهوم يعني، ولكن الشكل البروتوكول يعني هو كعينه بالظبط، كعينه جزء معين. طيب بالامس الاول على ما اعتقد وقعتم اول مشروعين من مشاريع او المشاريع اللي كان فيها ام او يوز في المؤتمر الاقتصادي، واعتقد في مشروع ثالث بتعملوا عليه. اشرح لي بقى بالظبط تفاصيل هذين المشروعين سياده الوزير، هم ايه طبيعتهم ايه بالظبط؟ هو المشروعين الحقيقه حضرتك دول يعني بنسميهم مجتمع او مشروع عمراني متكامل، بمعنى انه بيبقى فيه كل الانشطه سواء سكني او تجاري او اداري او خدمات. وده يعني الحقيقه المشروعين اللي احنا وقعناهم كل واحد تقريبا 500 فدان، يعني اجماليهم مع بعض حوالي 1000 فدان، واحد في القاهره الجديده وواحد في مدينه 6 اكتوبر. حجم استثمارات المشروعين اجماليهم 60 مليار جنيه. مشروعين مع بعض، واحنا كحصه الدوله، وده يمكن كان طبعا فكره استشارات التفاهم اللي وقعناها، اللي هي لاول مره بنوقع عقود شراكه مش بيع للارض، ولكن هي شراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص بنظام اللي هو الريفينيو شيرنج او المشاركه في الايراد. بمعنى ايه احنا؟ بمعنى حضرتك ان احنا الدوله بتدخل بالارض كمساهم، والشركه هي نفسها هي اللي بتدير طبعا كل شيء، وعليها اعباء الاداره والتطوير والتنفيذ وحتى المبيعات، واحنا بنتحصل على حقنا كدوله من خلال نسبه من الايراد. ده زي نموذج مدينتي مثلا اللي حصل في مدينتي. بالظبط يا فندم. هو يمكن هنا الاختلاف البسيط عن مدينتي ان احنا هنا بنمزج ما بين ان احنا بناخد حقنا في صوره نقدي، يعني او في صوره جزء نقدي وجزء وحدات سكنيه من اللي هينفذ. طب هناخد جزء نقدي في حدود قد ايه؟ قد ايه جزء النقدي؟ المشروع الاولاني مثلا بالنسبه للقاهره الجديده حضرتك هناخد 10 مليار نقدي، بالاضافه الى 11.6% من اجمالي المسطحات المبنيه اللي هتبنى في المشروع. بالنسبه لاكتوبر بنحصل على 4.8 مليار جنيه نقدي، بالاضافه الى 10% من المساحات المبنيه المشروع. والمدى الزمني اتفضل يا فندم. المدى الزمني حضرتك هو المشروعين حوالي 7 سنوات، وده طبعا يعني بيعتبر بجميع المقاييس كاسلوب جديد، يعني افضل بكثير جدا للدوله من ان انا كنت مجرد ببيع الارض واحصل على ثمن الارض في صوره اقساط
كنت تقريبا نفس المده، لكن هنا الميزه باسلوب الشراكه فعلا ان العائد يعني بيبقى عظيم افضل بكثير جدا للدوله، وبالتالي ده بيبقى افضل استثمار لاصول الدوله. طيب في هذا الموضوع احنا يعني نوع او يعني المكان ده، او مش عايز اسميه الكومباوند، او لكن المجمع السكني ده، أيوة. يعني هل المجمع بيستهدف اي طبقات؟ الطبقه المتوسطه، الطبقه العاليه، بتستهدف اي طبقات؟ متدرج يبدا طبعا حضرتك، ودي سؤال يعني انا بشكر حضرتك عليه. هو لا بالعكس، احنا بادئين من وحدات سكان يعني صغيرة، مساحتها صغيرة، مرورا بالأكبر شوية لغاية المستوى الفاخر. فإحنا عندنا تنوع في الإسكان اللي هيتبني في هذه المشروعات، وده جزء برضو من حرصنا على هذه النوعية، إن إحنا نشجع القطاع الخاص إنه يبني كل المستويات. صحيح. بحيث إنه يبقى موجود في المجتمع العمراني اللي بيتنفس. يعني الحكومة هتاخد فلوسها على أي زمن؟ يعني هل لما ينتهي المشروع بعد 7 سنين، ولا في تدرج، ولا إيه؟ إحنا واخدينه حضرتك طبعا طبقا ب يعني شروط مالية على مدى زمني، يعني في حدود 10 سنوات، يعني بحيث إن إحنا نسب يعني. وده على فكرة لو كنا بعنا الأرض كان برضه هناخدها باقتصاد بهذه الفترة، يعني فهي هي نفس الموضوع، ولكن زي ما بقول لحضرتك هو اسلوب الشراكه ده بيبقى تعظيم افضل بكثير جدا للعائد بتاع الدوله. الارض هتدوها للمستثمر مرفقه ولا غير مرفقه؟ هي بالظبط يا فندم مرفقه. طب مرفقه جاهزه الارض يعني، ولا لسه هترفق؟ لا حضرتك جاهزه، يمكن بعض عدد ارض او اتنين فقط، احنا اوريدي بالفعل شغالين دلوقتي في المرافق، فبالتالي يعني ان شاء الله في المده الزمنيه عقبال ما بيبدا يخلص الاجراءات انهاء الرسومات بتاعته واصدار التراخيص والقرار الوزاري، بتكون الارض جاهزه على طول انه يبدا فورا الانشاء. فاحنا لما بنتكلم على 60 مليار انفستمنت، ده على مدى 7 سنوات. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. ودول مشروعين فقط يعني، شوفي حضرتك دول مشروعين فقط، مشروعين. ايه تاني في البايب لاين، او ايه تاني في بخطتكم لتنفيذ؟ ان شاء الله يعني بنامل هيبقى برضو في خلال ايام مشروع ثالث او اتنين كمان، يعني 4 مشروعات باذن الله هنكون في خلال الاسبوع او العشر ايام الجايين بالكثير. احنا كنا بالفعل وقعنا على 6 مذكرات تفاهم، ان شاء الله بنامل يعني مع انتهاء ال3 اشهر اللي احنا كنا حاطينهم كمدى زمني نكون ان شاء الله حولنا كل المذكرات الى عقود باذن الله. طيب اذا كنا بنتعامل، والحقيقه دي فكره جديده وانا يعني معجبه بيها جدا، فكره ان احنا ندخل بالارض شريك، يعني اعتقد ان ده فكر متطور لهذا الامر، ولكن ليه بقى القطاع الخاص اللي عايز يستثمر في في وحدات محدود الدخل، ليه ما بنعملش معاه كده؟ حضرتك احنا ده بالظبط اللي احنا اقرناه من مجلس الوزراء الحقيقه من 3 اسابيع، كنظام جديد برضه بنشجع فيه القطاع الخاص على انه يدخل في الاسكان الاجتماعي او المتوسط، بس باسعار يعني تبقى اقل من مثيلاتها في السوق. عملنا هذا الفكر ده بالظبط، ويمكن الاهم بقى خليني اشرحه لحضرتك كمان، ان احنا اقررنا في مجلس الوزراء ان في الحاله اذا كان المستثمر هيبني وحدات لا يتجاوز مسطحها ال 120 متر عشان تخدم التارجت جروب اللي احنا عايزينها، في الحاله دي الدوله يعني بتدعم هذا التوجه بانها بتوفر الارض بتكلفه المرافق فقط. هل ده هيحل؟ احنا عندنا حضرتك عارف ان في مشاكل واقفه كتيره جدا، منها مثلا سميح ساويرس، هل ده هيحل مشاكل ناس زي سميح ساويرس وغيره؟ هو ممكن طبعا يتقدم هو او غيره طالما هذا المبدا اقر ان هو يحاول يطبق هذا الموضوع عنده، ودي ما فيهاش اي مشكله للجميع. حضرتك يعني احنا اقرينا ده للجميع علشان يبقى ده بنشجع هذا الاسلوب، ان المستثمر اللي عايز يشتغل على هذه الفئه من المجتمع يقدر ان هو يشتغل معانا كدوله. بشكرك شكرا جزيلا سيد وزير الاسكان دكتور مصطفى مدبولي.